في مهجتي من زمان. مساك الله بالنور. راجح راجح طال عمرك. سبيكر سبيكر. تراني بحط سبيكر. 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 احط سبيكر. العالم كله يسمع. ما في تحط سبيكر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وسهلا. مساك الله بالنور. مساك الله بالخير، كيف الحال؟ عساك طيب؟ وشلونك؟ عساك طيب؟ كلش على ما يسرك، شلونك يا رب؟ طيبين الشباب اللي عندك؟ ابشر كلهم طيبين يسلمون عليك. اللهم السلام، شلون اموركم تمام؟ والله على ما تحب ابشرك، تفضل. ترى انا مسموع الان. ايه العالم الامة العربية تسمع. الامة العربية والاسلامية. اي والله. يلا فرصة طيبة، اول شيء ندعي لكم بالتوفيق، ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله. اللهم امين. وطبعا احنا من اونه الى اخرى نتابع على قد ما يسمح الوقت، احنا نتابع برنامجكم لانه احيانا بعد المشاغل تبعد شويه. وطبعا نهني اول شيء القناه على النجاح، انا اصلا النجاح مدهش اللي وصلت للقناه بشكل عام، قناه بدايه بشكل عام، والبرنامج هذا من التفاعل، حتى انه يعني اكون معك صريح، كان البرنامج الى نسمع يعني انه فئات محدده اللي تسمع او تشوف القناه الان، اقول اني اهني قناه بدايه انها استطاعت انها تكون قناه الاسره. قناه الاسره العربيه والاسره السعوديه بالذات. يعني البيت الان اصبح كله يعتبر قناه بدايه هي شريكه في البيت، يعني شريكه الاسره. الصغير والكبير، ونهنيكم على نجاحاتكم انت والشباب اللي معاك، وندعي باللي طلع والتوفيق ان شاء الله. الله يوفقك ويبيض وجهك ويجمل حالك على ما على اللي سويت كله طال عمرك. وانا اعيد واكرر، ان شفت مني شيء طيب لا تشكرني، اشكر نفسك لانك انت اللي علمتي على الطيب. والله يجملنا ان شاء الله ورد الجميل. وفقنا ان شاء الله وابيض وجه، وانت واخوياك اللي عندك بلغهم السلام. سلم وسلم، سلم وسلم، فما الله. حياك يا اهلا وسهلا. تبي تتكلم سعود؟ هذا سعود بعد.